الاحتلال يستخدم الآن، وكما يعني يتحدث المكتب الإعلامي أنه استخدم أطنانا من المتفجرات في 18 يوم هذه توازي قنبلة نووية التي ألقيت على هيروشيما خلال يعني السنوات الماضية. هذه القنابل التي يعني يتم إلقاؤها على المواطنين في قطاع غزة، الأطباء يتحدثون أنهم لأول مرة يشاهدوا هذه الحالات. هذه الصواريخ تسبب حروق في الجسم بشكل من 70 إلى 100%، يعني لا يستطيعون التعامل مع هذه الحروق، لا يستطيعون التعامل. بيستخدموا الفسفور الأبيض، هو محرم دوليا. في الحروب السابقة كان هناك يتم، لا يوجد حصار شامل على قطاع غزة. الآن نتحدث أنه 18 يوما لم تدخل إلا بضع الشاحنات التي دخلت عن طريق المعبر المصري، فالوضع يزداد كارثية يوما بعد يوم، ويزداد إذا لم يتم تدارك هذا الأمر، وإذا لم يتدخل المجتمع الدولي والدول العربية والدول الإسلامية لوقف هذا العدوى.